الحمد لله. وبعد، فإن سبب توجه الشيخ الألباني رحمة الله عليه إلى علم الحديث أنه وقع في يده في بداية عمره، يعني في العشرينات، وقع في يده مقالة للشيخ رشيد رضا عن كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، ويعني تقييم الشيخ رشيد لهذا الكتاب، وكذلك تخريج لشيء من أحاديث الكتاب. فسبحان الله، تعلق الشيخ الألباني، تعلق قلبه بهذا، وفتح الله له في باب علم الحديث. فسبحان الله، يعني مقالة تستطيع يعني أن تقول صنعت عالم من علماء الحديث ومحدث هذا العصر، والله يعني والعلم عند الله. والإنسان لا يحتقر يعني شيء من المعروف، فإذا أخلص النية لله عز وجل يجد بعد ذلك الأثر العجيب الكبير التي يترتب عليها، والله أعلم.